احنا شفنا المعارين في الدوري المحلي برضو متابعين المعارين للدوري الخارجي الدوري التشيكي. النادي الاهلي اعار 3 لاعبين ودي تجربه لاول مره في النادي الاهلي بتتم. 3 لاعيبه تم اعارتهم من قطاع الناشئين. اول لاعب اللاعب مصطفى فوزي، اللاعب الثاني ميدو حسام، اللاعب الثالث محمد احمد بيسو. دول الثلاث لاعبين اللي تم اعارتهم الى التشيك. لكن ما شاء الله المتالق دلوقتي متوهج وخد يعني اندمج بسرعه مصطفى فوزي. مصطفى فوزي عايز استعرض مع حضراتكم لقطاته بقى في الدوري التشيكي النهارده. دي بعض اهداف مصطفى فوزي لاول مره هتشوفوها معانا. مصطفى فوزي ده لاعب او مهاجم النادي الاهلي مواليد 99 اللي تم اعارته الى نادي زيسكوف التشيكي. دي اهداف ولقطات لاول مره. هو اللي استلم الكره استلام اكثر من رائع وكمان تزيد على المرمى حتى التحرك بتاعه. هو لعب 5 ماتشات مع فريق زيسكوف التشيكي، 3 رسمي و2 ودي. لعب الرسمي كاس مصر ومباراه مع الرديف ومباراه في الدوري، احرز 5 اهداف، 3 في الكاس و2 مع الرديف. طيب كاس تشيك. تعال نشوف الاهداف مع بعض يعني صوت وصوره. اهداف فعلا بتنم ان احنا عندنا مهاجم كبير، مهاجم محتاج انه يلعب ياخد خبرات. وزي ما بقول النهارده الدوري التشيكي ده فرصه للاعيبه النادي الاهلي زي ما شفنا احمد عبد القادر اللي تم قبل كده او لعب في الدوري التشيكي ورجع للنادي الاهلي. هنشوف ان شاء الله مصطفى فوزي وبقيه لعيبه النادي الاهلي هيرجعوا ان شاء الله بعد ما يكتسبوا خبرات. ما شاء الله لقطات يعني مميزه لمصطفى فوزي اللي دلوقتي يعني نال اعجاب المدير الفني، بدا دلوقتي يكون من العناصر والركائز الاساسيه في نادي زيسكوف التشيكي.